بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 2 Force Vectors. نتواصل بإكمال الفصل. المثال نشرح المثال الثاني. We solve the 200 pound force shown acting on the pipe in two component in the A اتجاه XY direction و X dash and Y and Y direction. طيب. احنا عندنا هذا السؤال، هذا هو السؤال. سطح مائل بزاوية 30 تأثر عليه قوة مقدارها 200 باوند وتشكل زاوية 40 مع المحور، محور الاكس، الاكس اكسس. فيريد الدايركشن مال هاي القوة، الدايركشن مال القوة مع الواي، الاكس مع الواي، والاكس داش مع الواي. نرسم الفري بودي دايجرام لهذه القوة. هاي القوة هي 200 تتحلل إلى قوتين، قوة FY باتجاه الواي و FX باتجاه الإكس. الزاوية هي محددة، نعطينا إياها الزاوية هي 40. إذن FX، هذا FX يساوي إن F في كوساين 40، لأن كوساين 40 هو المقابل على المقابل على الوتر. الكوساين هو المقابل على الوتر، المقابل العفو الساين هو المقابل على الوتر، الكوساين مجاور على الوتر. فالمجاور هو FX والوتر هو 200. إذن FX هذا المجاور للزاوية هو القوة في الكوساين 40، F كوساين 40. والFY، الFY هذا هو يمثل الساين، مقابلة الساين، المجاور هو الكوساين، فالمقابلة الساين مال الزاوية مضروب بقيمة الوتر. فالإف واي يساوي إن إف في ساين 40. ليش؟ لأنه الساين هو المقابل على الوتر. اضرب بسطين الطرفين يطلع عندك إف واي يساوي إن إف في ساين 40. الإف عندنا 200 باوند، الكوساين 40 من الحاسبة يطلع 153 باوند. الإف إكس، الإف إكس قوة باتجاه الإكس، و129 باوند القوة باتجاه الواي. الزاوية المحصورة بين اكس واكس داش هي 30، لان هاي موجودة هاي 30. ليش؟ لان هذه ويا هذه بالتبادل، هذه تساوي هذه بالتبادل، هاي 30، هذا خط مستقيمة وخط مالي يقطعهم. فالزاوية المحصورة من هاي الجهة ومن هاي الجهة متساوية، يسموها بالتبادل. إذن الزاوية هاي 30 وهاي الزاوية 40. الزاوية المحصورة بين X و X داش هذه هي 30. نحسب باقي قيمة الزوايا المثلث ونطبق قانون الساين. إذن هاي 30، هذه هي قائمة، هاي 90، 90 ناقص 30 هاي 60، هاي هي 40 أصلا نعرفها، هاي 30، هاي 70، هذا 70، هذا المثلث كليته هذا 70، احنا هاي طلعناها 60، اذا هاي 50، او هذا المثلث الصغير 90 40 ب50، ايضا 90 ب90 180. مجموع الزوايا المثلث هي 180، هاي 40 وهذا هو قائم 90، اذا هذه 50. نستخدم او نطبق قانون الساين. هو FX، FX داش، هذا FX داش على من؟ على زاوية، على زاوية المقابلة، ساين الزاوية المقابلة هو 50. إذن FX داش على ساين 50 يساوي إن 200، هاي 200، هذه هاي 200 ما أقدر أشرها، هذه أشرها بهذا السهم الصغير، على من؟ على كوساين 60، هذه تقابل زاوية 60، وهذا FX داش يقابل زاوية 50. إذن FX داش على ساين 50 يساوي 200 باوند، هذا هو 200 باوند على ساين 60.
هذه موجودة، هذه موجودة، هاي موجودة. إذن اف اكس داش يطلع عندنا هذا المجهول وسطين طرفين، يطلع اف اكس يساوي 177 باوند. إذا طلع الاف واي، الاف واي هذا هو الاف واي، هذا الاف واي يقابل من؟ يقابل 70، هذه 30 و40 70. إذا اف واي على 70 على ساين 70 يساوي لنا 200، هاي 200 على ساين 60، 200 على ساين 60، وهذا الاف واي على ساين 70، الاف واي يطلع 217 باوند وهو المطلوب. نجي على المثال الاخر، مثال رقم 3. The ring shown is subjected to two forces F1 and F2 if it is required that the resultant force have a magnitude of 1 kN and be direction vertically downward. Determine أولا the magnitude of F1 and F2 provided that theta تساوي 30. نقطة B أو المطلوب الثاني the magnitude of F1 و F2 if F2 is to be minimum. هذا هو السؤال. السؤال هذا معلقة، هذا فد جسم معلق، قوتين تأثر عليه، قوة F1 و F2 والمحصلة مالتهم هو 1 كيلو نيوتن، يعني 1000 نيوتن إلى الأسفل. هاي الزاوية المحصورة بين F2 وبين المحصلة هي قيمتها 30، هاي قيمتها 30، وهاي مطينها هي أظن 20، هاي مطينها هي 20. طيب الحلقة المبينة بالشكل هذه معرضة إلى قوتين F1 و F2. إذا كانت محصلتهم 1 كيلو نيوتن واتجاهها رأسي إلى الأسفل، احسب قيمة القوتين F1 و F2. إذا علم أن الثيتا تساوي 30 وباء قيمة القوتين F1 و F2 إذا كان مطلوبا أن تكون قيمة F2 هي أصغر ما يمكن. نحل هسه المطلوب الأول. عندك هاي نرجعها نرسم الفريبل الدياجرام أو نرسم مثلث القوة. مثلث القوة هو الـ F2، هذا نرسم أنه خط يوازي الـ F2، هذا هو الخط يوازي الـ F2. بعدين نرسم أنه خط ثاني يوازي الـ F1، نرسم أن هذا الخط F1. نوصل من هاي النقطة بداية إلى النهاية، هذا هو المحصلة. المحصلة قيمتها هجقت هي 1000 نيوتن، محصلة قيمتها 1000 نيوتن. طيب هذه هي نفسها، هذه الزاوية هي 30، هذه الزاوية هي 30، هذه 20، إذن هاي 20 أيضا، هذه هاي 20، إذن هاي أيضا 20 بالتبادل، هذا 20 إذن هاي 20 بالتبادل. عندك 30 و20 50، هو المثلث مجموع زوايا 180 ناقص 50 تطلع 103، إذن هاي الزاوية المنفرجة قيمتها 103 اللي تقع بين الـ F2 والـ F1، قيمتها 103. نطبق قانون الجذب. الـ F1 حتى نطلع الـ F1 والـ F2، الـ F1 على مقابلها اللي هي ساين 30 يساوي الألف نيوتن، الألف نيوتن المحصلة على مقابلها هي 130 ساين 130. إذن ألف على ساين 130 يساوي لنا F1 على ساين 30. هذه موجودة وهذه موجودة، اطلع F1، F1 يساوي لنا 153 نيوتن. نجي نوجد F2، هذا هو F2، F2 الزاوية المقابلة هي 20، F2 زاوية المقابلة 20، إذن F2 على ساين 20 يساوي لنا الألف على ساين 130. إحنا دائما نجي على المعروف اللي طلعنا بالسؤال، مو اللي إحنا طلعنا خاف يصير به خطأ ما نطبق، ولو تطبيقه صحيح. فالF على ساين 130، ألف على ساين 130، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، تطلع F2، F2 تطلع 446 نيوتن. إذا طلعنا بالحالة الأولى F1 و F2 F1 و F2 لما يكون الزاوية هنا 30. الحالة الثانية لما يريد الـ F1 والـ F2 لما تكون F2 هي أقل ما يمكن، الـ F2 أقل ما يمكن بالنسبة للمستقيم أسفلها هي تسقط، يعني هذا خط، هذا مستقيم
يلاقي هذا المستقيم، فأقصر مسافة بينه وبين هذا هو لما يكون عمودي عليه، أقصر مسافة هو لما يكون عمودي عليه، يعني شكل زاوية 90، شكل زاوية 90. هاي عندنا أصلا 20، هاي عندنا 20، هنا اختلفت الزاوية، هاي مكان 30 30 راحت، لأن أنا صار قائم، فعشرين وسبعين، 20 و70 90، هنا أيضا 90، إذن هاي أصبحت الزاوية هذه هي 70. فنطلع قيمة الزوايا الآن بواسطة قانون ساين، القوة على ساين الزاوية المقابلة يساوي القوة على ساين الزاوية المقابلة. فعندك F1 تقابل 70، F1 تقابل 70، أو هو مطلعها بطريقة، هو مطلعها بطريقة أخرى. عندك ل F1 جيب وجيب، يعني بتحليل القوة، ال F1 هو طبعا نقدر نطلعها بهذه الطريقة، لكن هو حالها أيضا ممكن بطريقة أخرى، اللي هو F1، ال F1 هي شو تساوي؟ تساوي لنا ألف ألف في ساين 70، ألف ساين 70 F1 وألف ساين 70. ليش؟ لأن قلنا القوة، لأن قلنا الساين 70 مثلا، ساين 70 هو المقابل على الوتر، عندنا زاوية قائمة فالمقابل على الوتر، إذن F1 على الساين 70 يساوي لنا F1 على ألف، F1 على ألف المقابل على الوتر. إذن F1 يساوي لنا ألف في ساين 70. ال F2 بالنسبة لل 20 أيضا ساين، فساين 20 هي F2 على ألف، F2 على ألف، إذن ال F2 يساوي لنا ألف في ساين 20، ألف في ساين 70 هي 940، وألف في ساين 20 هي 342. تقدر تستخدم الساين، تقدر تستخدم الكوساين، كلها صحيحة وهو المطلوب. وبهذا احنا خلصنا الجزء الأول من الموضوع مالنا اللي هو chapter 2 force vectors.